اهلا بكم من جديد. الحقيقه موضوع هشام عشماوي موضوع مهم. ليه؟ لانه في بعض الناس بدات تدخل ايه تنخور في الحكايه. ولما بقول بعض الناس انتوا عارفين الاعلام المعادي وبعض المشككين حتى هنا في مصر. احنا قدام واحد باعتراف دوائر صناعه القرار في العالم وبشهادة الإعلام العالمي المهتم بملفات الإرهاب بيقولوا إنه سقوط هشام عشماوي في ديرنا حدث ضخم جدا في إطار الحرب على الإرهاب. إرهابي عتيد الإجرام عمل عمليات هنا كتير جدا في مصر. عايز أقول لحضراتكم نتاجها عدد الشهداء 139 ومرتبط اسمه بأحداث كبيرة يعني وقائع كبيرة كان هذا الشيطان وراه. بتكلم في محاولة اغتيال وزير الداخلية، بتتكلم الهجوم على كرم القواديس، بتتكلم على اغتيال النائب العام، بتتكلم على الهجوم على الفرافرة، بتتكلم على حادث الوحاك وغيرها من الأحداث. طيب لما قلنا انه المصريين لازم يبقوا فاهمين خطورة هذا العنصر الإرهابي وأهمية سقوطه ما كناش بنبالغ. طيب ايه اللي حصل من امبارح؟ عايز بس الاول اوري لحضراتكم الفيديو اللي تم تداوله للقبض عليه. وروني كده، وريني يا تامر. معانا؟ يلا. انا عشناوي. يا مسكين مش معاك دلوقتي، هنا 106. ابيض. ابيض. يا عجوز اللهم فندي مصابك رايب هذا قتل شوي. الله اكبر عليكم شباب، ربي يحفظكم كلكم ان شاء الله. هذا عشماوي تو ممسوك بين يدينا، الله اكبر الله اكبر الرجال، ربي يحفظكم. الله اكبر الله اكبر، وحق الرجال ما ضاع، حق الرجال ما ضاع، حق الرجال ربي يحفظكم. الله اكبر الله اكبر، حق الرجال الله اكبر، حق الرجال. شوية شوية يلا صورها كل أنا عرضت ليه هذا الفيديو عشان لقطتين مهمين جدا. اللقطة الأولى، وخليك معايا خليك معايا تامر. اللقطة الأولى هي اللقطة اللي أحد رجال القوات المسلحة الليبية اللي ألقوا القبض على هشام عشماوي في ديرنا بيرفع الكارنيه بتاعه. وريني اللقطة دي كده تامر، وهو بيرفع أهو الكارنيه بتاعه. كويس؟ حلو أوي، حلو جدا أهو. تمام؟ في بعض الناس بيفهموا المسألة خطأ أو بيستخدموا المعلومات خطأ. ليه؟ قالك إن الكارنيه ده اللي هو موجود فيه إنه رائد بالمعاش في القوات المسلحة، وقنوات إخوانية ومواقع إخوانية والجزيرة وغيرها بدأوا يستغلوا، يقولك إيه ده ضابط سابق في القوات المسلحة، وكأنه بيوحي بإنه إنه ده تمرد أو ده يعني. الحقيقة اللي الناس لازم تبقى عارفاها وبشفافية شديدة جدا عشان ما حدش يخدعك، حصول أو حمل هشام عشماوي كارنيه عليه رائد بالمعاش معنى ذلك كما تأكد أنه هذا الضابط اللي كان موجود خرج من القوات المسلحة عدم لياقة، عدم لياقة طبية، كان يعاني من خلل نفسي، عنده حالة نفسية، وعولج ولما لم يستجب خرج. وده دلاله على ايه؟ على ان احنا قدام مؤسسه القوات المسلحه دي مؤسسه ما بتتهاونش. زي ما قلت اي حد بيخرج عن قواعدها قول له مع السلامه.
والمعلومات بتقول، لانه في ناس كتير قال لك ان هو بدا ينتهج الفكر التكفيري وهو في قوات مسلحه وينشر هذا الفكر بين زملائه، ليس صحيحا على الاطلاق. الصحيح او الثابت لدينا به معلومات كثيره جدا استقينا هذه المعلومات من اكثر من مصدر، بتقول انه هذا الرجل اصيب في حيويته وطاقته النفسيه، عولج ما استجابش مشي. ناس كتير بتخرج عدم لياقه طبيه، ناس كتير بتخرج لانه انحرفت بفكرها، هذه مؤسسه منضبطه وتخرج من يتجاوز مباشره، بتنظف نفسها بنفسها لانها مؤسسه بتحمي الامن القومي المصري، بتحمي الارض المصريه. ده زي ما بيقولوا كده عمود الكردان بتاع البلد، ما ينفعش يتكسر، وما ينفعش القائمين عليه يتغاضوا عن اي حاجه، يثبت انه في انحراف عن كذا يمشي. فكونه يحمل هذا الكرنيه ليس حجة، وما تدخلش من الثغرة دي لانه الراجل مش لائق طبيا مشي. ولو كان فصل ما كانش بقى معاك كرنيه. كويس؟ يعني اذا كان لا غير لائق فكريا، غير لائق طبيا، بينتهج افكار، خلاص. لما بيفصل ما بيبقاش معاك كرنيه. كويس؟ فدي نقطة عشان نخلص منها. النقطة الثانية والمهمة جدا، وهنا لازم يعني اشيد برجال القوات المسلحة الليبية، القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، الناس دول في اللقطة الثانية، اللقطة الثانية اللي هي في الآخر وسمعها لي دي يا تامر، لأنه جابوا الناس بدل ما تقعد تشكك ويقول لك أصل ده مين؟ أصل ده مش هشام عشماوي، أصل هشام عشماوي ومش عارف إيه، وبعدين ندخل في جدل. قاموا الرجالة بتوع القوات المسلحة الليبية وقفوه كده وهو قال اسمه، سمعونا يا جماعة. فأنا هشام العشماوي، خلاص. طيب ايه اللي بيحصل في ليبيا وايه اللي بيحصل في مصر؟ في مصر هنا كما يعني عرفنا انه نيابات جنوب وشمال الجيزه الان يقومون بحصر القضايا المتهم فيها هشام عشماوي والمطلوب على ذمتها هشام عشماوي لاعداد الملف القضائي كله، لان هو كل القضايا دي متهم فيها، فهيتم في الغالب ضم كل هذه القضايا في قضيه واحده. تمهيدا بقى انه هل هيتم تسليمه لمصر؟ هل هيحاكم هناك؟ لانه في ليبيا يا جماعه الان المدعي العام العسكري بدا تحقيقاته في مكان سري مع هشام عشماوي، لانه الراجل ارتكب في حق ليبيا وفي حق الليبيين جرائم كثيره جدا. المسؤولين الليبيين بيقولوا ان تسليمه لمصر مرهون بمساحه التعاون بين القوات المسلحه الليبيه والقوات المسلحه المصريه. ممكن يجي، ممكن يجي، يتحاكم هنا، يتحاكم هنا، هيتحاكم هناك، يتحاكم هنا، ماشي.